السلام عليكم، أنا اسمي عبد الرحمن علي. النهاردة الفيديو دي فكرة كانت في دماغي بقالها فترة، هو موضوع مختلف عن موضوع الإلكتيفز. هو الفيديو بيتكلم عن إن ده يعني I hope إن هو يبقى جايد كويس للميديكال ستودنتس اللي داخلين لسه الجامعة في أول سنة. ليه أنا عامل الفيديو ده؟ أنا دلوقتي في سنة ستة. أنا لما ببص لـ6 سنين اللي فاتوا من عمري وأشوف قد ايه كنت ممكن اقدر اعمل فيهم اكتر من اللي انا عملته، خصوصا لو كان في حد يقدر يقول لي الحاجات اللي انا بشوفها دلوقتي يا انا كنت اقدر اعملها بس لو حد كان قالها لي. انا الاوبجكتيف، اهم حاجه في الاوبجكتيف بتاع البرزنتيشن، ان I want this video to be a guide for every new student during their first year of medical school. يعني أنا نفسي إن الفيديو ده بعد سنة سنتين يبقى كل طالب طب على مستوى كليات الطب في مصر لما يخشوا يشوفوا الفيديو ده، ويا ريت إن يقدروا يستفادوا من فيديو زي ده. وإحنا يعني فايدتنا بقى إحنا اللي يشوف الفيديو ده إن هو يوصله لزميله، يوصله اللي أصغر منه، يوصله يعني يبقى زي كده، يعني إيه تعمل شير على طول للفيديو ده لأي حد داخل كلية الطب عشان تقدر تفيده، ويعني تفيدك وتفيد غيرك. طيب في شوية جنرال كده guidelines يعني دي أنا عايز أتكلم فيها في الأول. كلية الطب عبارة عن إن أنت تبلان يعني your future، هتقعد في مصر تكمل بره، هتقعد في مصر تكمل بره وبعدين ترجع. حتى ده الجنرال، يعني ده broad line، ده planning جوه الجامعة، مذاكرتك، في مواعيد نومك، في دروسك. أول حاجة لازم تتعلمها يعني وحاول تطبقها على نفسك تتعلمها في أول سنة موضوع planning، يعني فالplanning ده حاجة مهمة جدا لأن ده هو اللي هيوفر لك وقتك إن أنت تعمل حاجات تانية. ويعني إذا كنت أنا اتعلمت حاجة إن أنا استفاد بوقتي، الوقت ده مهم جدا، مش هتعرف قيمة الوقت ده غير لما تسافر بره، كمان هتشوف الوقت بره تمنه قد ايه، وقت هتحس بتمن الوقت اكتر بره من هنا. فالمهم ان انت من دلوقتي تبلان يعني كل حاجه بتعملها تبقى انت عاملها على بلان مش عشوائي. تاني بوينت، to be productive، متبقاش سلبي، متبقاش قاعد في الجامعه كده ايه يا عم يعملوا اللي يعملوه اكتيفيتي، طب احنا مالنا، احنا خلينا مريحين. لا يعني حاول تشارك في كل حاجه يعني بحيث ان هم يعني ما يجيش على مذاكرتك، بس في نفس الوقت تبقى اكتف، تبقى بوزيتيف، تبقى ليك رول كده في الكوميونتي عندك في الجامعه. تالت بوينت، ان انت تبقى صبور. صبور في ايه؟ ما تبقاش متسرع، ما تبقاش عاوز الحاجه ايه ده في حاجه جديده يلا نجربها، مش يعني مثلا اكتر مثال يتطبق عن انت تبقى صبور ان انت ما تجيش تاخد ستيب مثلا 1 بعد مثلا سنه ثالثه ولا حاجه، يا عم يلا احنا خلصنا حاجات اللي المفروض ستيب 1، يلا ناخد الستيب 1 ونخش الامتحان ده، احنا نخلص بقى نبقى 70 ناس. لا 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 لا، كل ما صبرت اكتر، انا مش بقول ان انت تبقى معطل نفسك بس نفسك تبقى صابر، هتتعلم اكتر واكتر فهتستفاد اكتر، ف مش هتغلط غلطات اقل، ما تبقاش مستعجل، لا خليك صبور واعرف كل حاجه، اتعلم كل حاجه، وبعدين يعني بعد ما تتعلم طبق بقى الحاجه اللي انت اتعلمتها، ما تبقاش مستعجل في كل حاجة عشان يعني قال ايه باسمك توفر وقت. لا خالص، الكلام ده مش صح، عشان ده هيقع عليك بالعكس وهيوقعك في غلطات. في الكلية دي كلية الطب، انا مش بقول ان الناس اللي حواليك وحشة، بس يعني محدش هيخاف عليك اكتر من نفسك، او انت متستناش حد يساعدك، انت دور على المساعدة، انت تروح تسأل الناس، متستناش حد يجي يديك المعلومة زي ما يقولوا جوه بقك، محدش هيديك المعلومة جوه بقك، انت لازم انت تدور على المعلومة. البوينت اللي بعديها، listen to others experience، ان هما ال information بتاعتهم دي هتبقى valuable، ما تفتكرش مثلا ان هو يا عم ده مش جايب امتياز مثلا، لا بالعكس، انت عارف اللي مش جايب امتياز ده غلط غلطات كتير، فهيقدر يقول لك على غلطات، غير اللي جايب امتياز ده مش غلطان، فانت تتعلم اكتر من اللي مش جايب امتياز، هيبقى هو عارف الغلطات اللي غلطها وهيقول لك عليها عشان ما تغلطهاش. عموما اللي جايب امتياز مش اللي جايب امتياز، انت المفروض تتعلم منهم، اسمع الاكبر منك وحاول تسعى ان انت تلاقي ناس اكبر منك تسمع منهم، صدقني هيفيدوك.
النقطة اللي أنا قلتها اللي ليها علاقة بـ don't wait for others to help you، إن محدش هيخاف عليك أكتر من أنت تخاف على نفسك. متتخيلش إن حد هيجي يقولك آه لأ أعمل كذا أحسن وده أحسن في المذاكرة والكتاب ده، مفيش حد هيقولك كده. فأنت دايما ابقى بتدور واسأل غيرك. إحنا متعودين إن إحنا بنذاكر عشان نجيب درجات عشان نتعين، لأ. أنت لو أنت سي إن أنت مش ماشي في الكلية والسيستم مش عارف تمشي معاه، اتعلم من مجرد التعليم، عشان انت مش هتبقى دكتور كويس غير لما تتعلم كويس. ما تقولش اه يا عم دي مش جاية في المنهج ولا دي مش عارف ايه، لا اعرف كل حاجة عشان انت يعني كل ما انت اسست نفسك صح، خصوصا في اول 3 سنين، انت لو اتأسست في اول 3 سنين صح هتمشي كويس جدا بعد كده. هما دول البيزك ساينس، هو ده المهم. كل اللي بعد كده مجرد ان هو بيابلاي البيزك ساينس على بس على يعني على سكيل اوسع شويه. طيب ايه الجايد لاينز المبدئيه؟ ان هي اتس نوت اول اباوت جيتنج ريزيدنسي ات يونيفرستي، فانت بتجاست ان انت بتستدي عشان تبقى بي ا جود دكتور، وزر ان انت هيبقى عندك ريزيدنسي اور نوت. طيب ايه اخر حاجه بقى في الجايد لاينز؟ ان انت عندك سنه اولى، بعد ما تخلص سنه اولى تطلع درجاتك، طلعت كويسه طلعت وحشه، انت عاوز الاحسن. فلازم تقعد ت evaluate yourself وتشوف ايه المستيكس اللي انت عملتها، سواء انت جايب، حتى لو انت جايب كويس، طب انا عايز ابقى احسن، ايه المستيكس اللي انا عملتها كانت ممكن تخليني احسن. ما تقولش يا يلا هاي السنه عدت بالسلام، صدقني انت لما تقعد ت evaluate yourself السنه اللي بعديها تبقى احسن، وهتبقى عندك confidence في نفسك احسن. طيب دي كانت معلومات بس كده في الاول عايز اكد عليها. دي يعني guidelines، دي واحد من كتر ما غلط اتعلم الحاجات دي او قال يا ريتني كنت عملت الحاجات دي. فالجايد لاينز دي صدقوني، وهتلاقي كتير ناس كتير جدا بتقابلها هتقول لك نفس الجايد لاينز دي، لان دي الغلطات الكومن اللي كلنا بنغلط. طيب انت دلوقتي طالب دخلت سنه اولى، ايه اللي ممكن تعمله في سنه اولى؟ اول حاجه انت داخل على نظام جديد انت مش تعرفوش، وكل كليه مختلفه عن التانيه، وكل جامعه مختلفه عن التانيه. مش هتقدر تقول مثلا اه يا عم انا كنت ثانويه عامه بنحفظ مش عارف، انا اخش كليه الطب وهنحفظ بقى وهنجيب درجه، لا الموضوع مش كده تماما. ياما ناس اصلا داخله من الاوائل ووقعوا عشان مجرد ان هم متعودين يحفظوا. اول سنه انت اوبزرفر، زي ما انا كده جاست اوبزرف، انت مش عليك اي يعني شغله غير ان انت تقعد تتفرج وتحاول تفهم النظام ماشي ازاي، انا هذاكره ازاي، انا هتارجت ان انا اجيب درجه حلوه ازاي، اعرف في الاسئله بتتجاوب ازاي، ايه الكتب اللي انا المفروض اذاكر منها، او ايه طريقه المذاكره، اهم طريقه المذاكره مش مهم الكتب، الكتب بقى نفس المعلومات في كل حته، مهم تذاكر ازاي، هجاوب السؤال ازاي. تاني بوينت ان انت تلوك فور اكتيفيتيز، وايه الجمعيات او السوسايتيز في الجامعه، ما تشاركش في حاجه بس اعرف الجامعه مليانه ايه، ايه الحاجات اللي انت ما تحب تيجي تشارك، ما تبقاش ما دي اللي هو بي برودكتيف، ما تبقاش سلبي، ما تبقاش عارف ايه اللي بيدور في الجامعه، لا اعرف كل حاجه في الجامعه موجوده، اذا كان نشاطات او جمعيات ممكن تفولنتير فيها. انا مش بقول لك تشتغل من اول سنه، اول سنه زي ما قلت جاست اوبزرف، اعرف كل حاجه عن جامعتك من اول نظام مذاكره لغايه النشاطات اللي فيها. ثالث بوينت اللي بتاكد، تاني بوينت، دونت اوفر ويلم يور سيلف وذ اكتيفيتيز ان يور فيرست يير. انت واحد داخل كليه جديده اول مره تحتك مع اكسبيرينس كليه، مش انا مش عاوزك تغلط وتحمل نفسك اكتر من طاقتك، خصوصا ان انت لسه مش ادابتد او متكيف على نظام الجامعه. فانت اعرف كل حاجه في الجامعه ماشيه ازاي وبس ما تشاركش، خليك اول سنه كده مجرد بتتابع ايه اللي بيحصل. خلصت سنه اولى، جه الصيف، انا اقدر اعمل ايه في الصيف؟ احنا دايما الصيف بيقضي ان انت اما نايم على السرير وبتتفرج على التلفزيون، يا اما اخرك بتروح المصيف. لا انت اجازه السنه دي بتبقى اجازه كتيره، طب انا استفيد منها ازاي؟ زي ان انت داخل انت مثلا الانجليش بتاعك ما كانش كويس ساعة، او الانجليش بتاع ثانويه عامه يعني يا دوبك، تعمل ايه؟ حاول تاخد مثلا كورسات في الانجليش. الانجليش ده حتى لو مش هيفيدك، حتى لو انت مش هتسافر بره، هيفيدك وانت جوه، يبقى الانجليزي بتاعك حلو لما تطلع يوم مؤتمر، تبقى انت حلو. صدقني انت وانس خلاص كل الطب مش هتفضل الحاجات دي، مش هيبقى عندك وقت ان انت تتعلم اللانجوج، الانجلش لانجوج سكيلز، او ازاي تعمل برزنتيشنز او الكلام ده كله مش هتتعلمه.
عندك اماكن تاخد فيها لانش، ممكن تروح في الجامعه الامريكيه، ممكن تشوف اي سنتر حواليك بيدرس لك انجلش، سنتر برايفت. المهم حسن من مستوى لغتك الانجليزيه، لان يعني دي اللغه الاساسيه اصلا. لو انت كويس في الانجليزي وعايز تستفيد بوقتك تتعلم اي لغه تانيه، عندك الماني، عندك اسباني، وكل واحد ليه فايدته. المانيا عايز تروح المانيا، اسبانيا مثلا سكند لانجوج في امريكا، بس طبعا ده كله لو انت الانجليش بتاعك كويس. اخر حاجه ممكن تعملها في الصيف بالنسبه لاول سنه، اشتغل في معمل. الحاجات اللي خدتها في البايوكيمستري حاول تروح في معمل من غير فلوس، مجرد روح شوف الحاجات دي ازاي. انا بندم ان انا ما عملتش الحاجات دي. انا لو كنت انا دلوقتي عارف الحاجات اللابوراتوري دي، يعني بي سي ار مش عارف الحاجات دي كلها، التحاليل وكل الحاجات دي، انا كنت زمان دلوقتي كويس. كنت لما جيت اقدم على ريسيرش اوبورتيونيتي واشتغل في لاب في الريسيرش مثلا، هبقى فاهم الحاجات دي، مش محتاج دلوقتي اقلق انا هروح وابقى فاهمها ولسه هتعلمها. اشتغل في معمل. فسنه اولى مش مطلوب منك كتير غير ان انت بس تفهم الكليه دي ماشيه ازاي. طيب ايه اللي بعد كده؟ سنه تانيه. سنه تانيه انت اتعلمت سنه اولى، عملت ايفالويشن اخر سنه، انا مثلا جبت درجه كويسه او درجه وحشه، انا عايز اجيب احسن منها. نفس الكلام، اهم حاجه مذاكرتك، لان في اول 3 سنين انت لازم تركز على مذاكرتك، تشوف انت ماشي في الكليه ولا لا، تبقى مدي المذاكره حقها. لو انت بعد مثلا 3 سنين لقيت لا ده انت حتى وانت مدي حق مذاكره حقها هي مش جايبه معاها، ساعتها بقى افضل اقول لك ايه، طب ممكن تاخد شويه من جزء المذاكره تعمله في اكتيفيتيز تاني. فاهم حاجه ان انت تركز على مذاكرتك، ده الاساس. وحتى لو هتسافر بره، انت لو انت مذاكرتش كويس وبقيت كويس وعندك البيزكس كويسه، مش هتيجي بعد كده هتبقى الحاجات دي تبقى انت ديفيشن فيها، عندك نقص فيها. فاهم حاجه تركز على مذاكرتك، ده الاساس. ماشي، ايه تاني ممكن اعملها؟ انا شايف دي حاجه كويسه، ان انت تتفرج مثلا على كابلون فيديوز بتاعت يوسف. من ايه؟ ليه؟ انت بتاخد طريقه الحفظ والصم لحين اجل اخر، لما لغايه ما غيروا نظام التعليم في مصر يبقى للاحسن. حاول تتفرج بجد، دماغك ما تصديش، تشوف هم ازاي الناس دي بتفكر بره، بيفكروا نفس الحاجات اللي انا لسه في الكليه هم بيفكروا فيها ازاي، بحيث انت لو انت في يوم عايز تيجي مثلا تعمل معادله تبقى انت فاهم الليله عامله ازاي. يبقى ده الناس دي بتفكر بالطريقه دي، السؤال بيترجتوه يعني التارجت بتاعه بيبقى كده، يعني بيقولوا من الناحيه دي، الشرح بتاعه مختلف، هم مركزين على الحاجات المهمه مش الحشو اللي احنا بناخده. فالكابلين فيديوز دي انت مش هتذاكرها، انت مجرد كده قاعد بتتفرج مع نفسك، تاخد مثلا حاجه مثلا في الفيسيولوجي تروح تتفرج عليها في الفيديوز، هتساعدك صدقني، غير انها تفهمك الموضوع اكتر وتثبت المعلومه اكتر، يعني هتديك فكره الموضوع ماشي ازاي بقى. طيب احنا اول سنه فهمنا الموضوع الدنيا عامله ازاي، المفروض بقى تاني سنه نبقى نعرف نظبط وقتنا شويه. ممكن نبتدي نشارك في شويه انشطه، اي جمعيات عندك، مثلا عاملين قافل طبيه، مثلا يعني عاملين اي انشطه في الجامعه، في انشطه كتير مش هقدر اقولها لك كلها. المهم ان انت تشارك، يبقى ليك كده يعني اي اكتيفيتيز في الجامعه، صدقني ده غير ان انت تستفاد بالاكتيفيتي دي، وات ايفر هي مثلا اكتيفيتي ليها علاقه يعني بالميديسن ولا لا، هتطور عندك الكوميونيكيشن سكيلز. انت جاي من ثانويه عامه، انت لسه ما تحتك بمجتمع اكبر من الثانويه عامه، من اكبر من المدرسه، مجتمع الجامعه، ما تبقاش معزول. الاكتيفيتيز دي تخليك تطور الكوميونيكيشن سكيلز، ولما انت عندك الكوميونيكيشن سكيلز تبقى كويسه، ده هيفيدك بعدين في المستقبل. طيب ممكن تاخد كورسز زي الفيرست ايد، تتعلم الاسعافات الاوليه، دي حاجات انت ممكن توصل لغايه سنه 6 او 5 تلاقي انا ما اعرفش حاجه عن الاسعافات الاوليه، عاملين ناخد في حاجات ميديسن وانا اصلا ما اعرفش يعني الاي بي سي، يعني اللي هو يعني ايه، عامل ازاي فيرست ايد. ماشي، احنا كده خلصنا سنه تانيه، الاساس المذاكره، بعد كده انت ممكن تزود عليها كام حاجه، بس برضو المذاكره اهم حاجه. نيجي للسمر بقى، السمر ده هيبقى مختلف. لو انت اشتغلت في لاب في اول سنه، طب انت ده انا كده برنس، انا كده فاهم ايه يعني النظام ماشي ازاي شويه. ممكن تشوف اي ريسيرش اوبورتيونيتي عندك في الكليه، تشوف مثلا تشوف مثلا في الكوميونتي مثلا ديبارتمنت عندك وانت لسه في سنه ثانيه عندهم مثلا حاجه، شوف في البايو كيمستري مثلا عاملين ريسيرش في البايو كيمستري تروح تشارك فيه، حتى لو تقف تشتغل بس شغل اللاب. ممكن تروح تعمل فولنتيرنج اوبورتيونيتيز مثلا زي في الدبليو اتش او اليونيسيف او الام او امسا.
حاجه ملهاش علاقه بده كله، بس دي مشكله تقرب كل الناس بصراحه. لغايه دلوقتي انا عندي زملائي وانا وذات نفسي، انت تخلص الخدمه العسكريه، انت قاعد في الصيف ما بتعملش حاجه، الخدمه العسكريه دي يعني مش هتتخرج الا لما تخلصها، وصدقني الوقت هيعدي. ايه ده، احنا في سنه سته وما عملناهاش، وناس كتير جدا ما عملهاش، فدي حاجه في النص كده بقى يعني. طيب عندك تطعيمات، الفاكسينيشنز مهم قوي ان انت تاخدها عشان لما تسافر بعدين تبقى انت مخلصها من زمان. يعني مثلا الهيباتيتس بي ده مهم جدا، خلصه يعني، انت قاعد في الكليه موجود عندك حمل التطعيمات على طول، خلصه. نيجي بقى اهم حاجه في السمر انت ممكن تعملها، ابتدي احضر سيشنز عن اليوسم الاي ام ار سي بي والام ار سي اس والحاجات اللي هي بتاعت يعني الزماله البريطانيه والمعادله الامريكانيه، ابتدي اعرف عنهم شويه، الموضوع ماشي ازاي، ايه التراك بتاعه، ده هيفيدك. انت ابتدي تبدا تفتح دماغك شويه، النظام عامل ازاي، عشان ده هيفيدك بس سنه تالته، وهنيجي سنه تالته نعمل فيها ايه برضه. ستيل ممكن تاخد لانجوج كورسز تحسن الانجليش، تاخد لانجوج تانية تكمل، مثلا لو انت بتدي جيرمان تكمله الصيف ده. في تيب يعني، يعني نوت ان بي كده عايز، بس الناس ما تفهمهاش بطريقه غلط، the earlier you can travel the easier it will be to learn the process. مش معنى الناس اللي ما سافرتش مش هيعرفوا الناس الدنيا ماشيه ازاي بره، لا، هو ده هيسهل لك الموضوع شويه، تبقى انت فاهم ايه الاوبشنز بتاعتك بره، تبقى عارف التراك اكتر. فاللي هيقدر يجي له مثلا فرصه، مثلا انت في سنه تانيه انا اقدر اعمل ايه؟ انت خدت بايو كيمستري، ممكن تشتغل في اي لاب بره، مثلا في اي جامعه حد قريبك يجيبها لك، صدقني هتستفيد، مش ما تفتكرش ان هي فلوس في الارض ولا اي حاجه. انا وانا سنه تالته جات لي فرصه ان انا اروح وما رحتش، كنت اقول يا عم لاب ايه يا عم، انا لاب ايه اعمل بيه ايه بتاع، دلوقتي عرفت قيمتها، وتبقى في السي في كانت حاجه كويسه وكانت في مكان كويس جدا. ماشي، نيجي لسنه تالته. سنه تالته دي سنه مفصليه، يعني سنه مهمه جدا، اصعب تقريبا اصعب سنه مثلا هتعدي عليك، خصوصا يعني بعد اول تاني سنه. اول تاني سنه، اول سنه انت بتبقى بتخبط في المذاكره شويه، بس هتعدي وهتجيب درجه كويسه. تاني سنه هتلاقي احسن وهتجيب درجه اعلى. تالت سنه لو انت شديت على نفسك هتجيب سكور كويس، بس لازم تبقى مركز فيها جدا اكتر من اول سنتين، والمجهود اللي بتبذله فيها اكتر من اول سنتين. طيب بجانب المذاكره نفس الكلام، تقدر تشوف الكابلن فيديوز دلوقتي، تتفرج مثلا على الباثولوجي اكتر، تشوف المايكروبيولوجي. طيب ايه بقى الحاجه، اهم حاجه ممكن تجهزها للسمر، ان انت تبتدي تريس الجماعه بره. انت اوريدي خلاص عندك بيزك، يعني البيزكس بتاعت مايكرو كيمستري كويسه، تاخد باثولوجي دلوقتي. انت ممكن تعمل، تبعت ان انت تسافر في الصيف تشوف جامعات تروح تعمل فيها ريسيرش. انت عندك في الصيف 3 4 شهور، روح اعمل ريسيرش، روح اعمل شهر، ده مهم جدا. فانت كل الوقت اللي تقدر تضيع، اللي ممكن تضيعه ان انت تضيعه في ان انت تشوف، تبعت الجامعات وترسلهم انا عايز ابلاي عندكم الريسيرش اوبورتيونز. صدقني في ستودنتس، في بروجرامز كتير للريسيرش ما بتاخدش غير الستودنتس، بيعملوها السمر، سمر بروجرامز للستودنتس، مفيش اكتر منها، اكتر من الالكتيفز ذات نفسها. طبعا بقى ممكن تزود عليهم بقى في سنه تالته لو عايز تعمل فولنتيرنج، لو عايز تعمل اكتيفيتي، ده كلام بعيد نفسه. طيب نيجي للصيف، احنا قلنا travel if you can to work in a lab or research، ده طبعا هيعتمد على مجهودك ان انت بتدرس الجامعات. حاجه بقى لو سين انت قعدت ما وراكش حاجه، اتفرج على فيديوهات كابلن وحاول تخلص مثلا الباثولوجي والحاجات دي، بس انت تتفرج عشان تكون مثلا شفت مثلا ستيب 1 كلها الفيديوهات، شفت بقى يعني ستيب 1 اخدت فكره، فكره عامه عنها. بس اوعى واياك تغلط الغلطه ان انت تاخد ستيب 1 بعد سنه تالته، صدقوني يعني انا شفت ناس قدامي غلطه كبيره جدا. انت مش متعود على الابروتش للاسئله بطريقه كلينيكال، انت بتاخد السؤال سمع مثلا عن اوستي ساركوما، ديسكاس اوستي ساركوما، السؤال كده دايركت، ما هو حط اسي واكتب اللي انت حافظه في الملزمه. لا، هم مش بيتارجت السؤال كده، هم بيتارجتوه من حته من كلينيكال بوينت اوف فيو. فانت مهما عملت انت ما خدتش يعني الكلينيكال اكسبيرينس دي. طيب ايه اللي ممكن تعمله تاني في الصيف؟
تتفرج على الفيديو بتاعت امتار، تعرف اليوز من ايه اوفرول ريزيدنسي وماتشنج، ايه ايه الكلام ده، ايه الكلام اللي انا بسمعه عني بقالي فتره، ايه هو ده معناه ايه، ايه الاوبشنز اللي عندي اللي ممكن اخدها، ايه النيابات اللي انا تعرف معلومات عن نيابه، معلومات سطحيه، انت مش مطالب تعرف معلومات عن نيابه، بس انت ممكن تعرف كده اه دي نيابه كذا كويس صعبه، نيابه كذا محتاجه شغل شويه، اه دي النيابه دي بس محتاجه ريسيرش، طب انا من كويس قوي، طب انا اشتغل من دلوقتي على الريسيرش، خد فكره جنرال، انت مش مطلوب ان انت تعرف كل المعلومات. اهم حاجه بقى في سنه ثالثه الحاجات المهمه بجانب ان انت مثلا تلاقي ريسيرش اوبورتيونتي، تعرف يعني ايه يو اس كلينيكال اكسبيرينس، يعني ايه الكتيف، يعني ايه اوبزرفرشيب، يعني ايه اكستنشن. ان انت خلصت سنه ثالثه والصيف بتاعها انت بقيت في سنه رابعه، بقيت تاخد الحاجات الكلينيكال سالمولوجي و ان تي، الحاجات اللي ممكن تقدر تروح تعمل فيهم الكتيف. ف انت ممكن اكشولي تعمل الكتيف بعد سنه رابعه، فانت لازم تبتدي تفهم يعني ايه الكلام ده، طب انا ايه اللي محتاجه منه، طب بس محتاجين مثلا توفل اروح اذاكر توفل، محتاجين مثلا في تطعيمات معينه اخلصها، لازم تعرف تفهم الكلينيك يعني ايه يو اس كلينيكال اكسبيرينس ومتطلباتها. حاجه تانية ممكن تعملها في الصيف ان انت تروح الام دي ايست، انت خلاص احنا قلنا وكمان اكشوالي انت ممكن تشفتها تعملها في سنه ثالثه عشان انت لو عايز تسافر في الصيف، الام دي ايست ممكن يساعدوك في حوار الريسيرش اوبورتيونيتي، تشوف البروجرامز عندهم، ساعات بيبقى عندهم بروجرامز ممكن تسافر معاهم خلال في الصيف، فدي حاجه مهمه. طيب ده بالنسبة لأول 3 سنين. تيك هوم مسج، إيه بقى تيك هوم مسج؟ أنا أول 3 سنين بتعمل حاجة اسمها سيلف ديفلوبمنت، إن أنت هتنمي نفسك يعني كبرسوناليتي كشخصية كسكيلز عشان تحضر نفسك إن أنت تبقى دكتور كويس جدا. فدي يعني اول 3 سنين اللي يبقى عندك فيهم وقت تنمي مهاراتك السكيلز بتاعتك وتطور من شخصيتك. انت منعزل، اتعلمت كوميونيكيشن سكيلز، انت عندك مثلا ايه مثلا مش بتعرف مثلا ما بتعرفش حاجه عن الريسيرش، ممكن تاخد مثلا ريسيرش كورسز في الريسيرش، تعرف ازاي الريسيرش بتعمل، ازاي بتتكتب، في حاجات اسمها ريسيرش ميثودولوجي كورس ده هيفيدك ليتر اون. اول 3 سنين بجانب المذاكرة انت عندك وقت تقدر تنمي فيه نفسك، اللي هو بيسموه تنمية الفرد development of the individual، ان انت تنمي الفرد. حاجة تانية مهمة بعد اول 3 سنين، تعديت سنة اولى سنة تانية سنة تالتة، امتحنت 3 سنين متواصل SAT MCQ دخلت شفوي كل الكلام ده، اقعد مع نفسك قاعدة كده، انا يا ترى انا ماشي في الكليه دي تمام، انا عارف اتكيف مع الكليه، طيب عندي 2 اوبشن، طب انا لو متكيف مع الكليه وبجيب امتيازات وكده يبقى انا عندي 2 اوبشن برضو تحت ان انا كويس، ان انا عندي 2 اوبشن، ان انا يا اما مش عايز اسافر خالص، يا اما انا عاوز اسافر بس في نفس الوقت اركز على تقديرات. طيب سي ان انت مش ماشي في الكليه، لو انت ماشي في الكليه مش ماشي كويس، او انت كويس بس مش عارف تتكيف مع السيستم، مش عارف تصم تحفظ وتصم وتكتب، بس انت عارف ان انت هتبقى دكتور كويس، لا ابتدي بقى فكر في ايه، في السفر لبره. انا مش بقول لك ان انت لما تقعد القعده مع نفسك دي اللي هي القعده مع النفس دي يعني بعد اول 3 سنين طب انت كده انا خدت قرار ان انا اسافر، لا بس اعمل يعني اقعد مع نفسك كده فكر، انا فين من الجامعه، انا فين من الجامعه اللي انا فيها، انا ماشي كويس، انا هقدر لما اتخرج امشي مع السيستم اللي في الكليه، انا قادر اجيب درجات يعني للاسف احنا لغايه دلوقتي قليل يعني معظم الناس اللي عايز تتعلم، الناس بتتعلم جوه الكليه بعد كده لما تتخرج، اكيد في ناس بتتعلم بره الكليه بس تبقى اصعب في المعاهد او اي مستشفيات تانية، بس لازم نواجه الحقيقه لغايه دلوقتي التعليم الصح بيحصل جوه يعني، او مش التعليم الصح، هو انت بتتعلم وتمرمط يعني جوه الجامعه بتاعتك، وخصوصا لو اتعينت نايب وهتاخد احسن استفاده. فدلوقتي انت عندك يا اما تسافر، يا اما اه سافر و يا اما هسافر واخد بالي برضو من ايه
من الدرجات يعني، لان انا ليه ترتيب. فده المهم، تقعد مع نفسك وتفكر، عشان انت زي ان انت قلت لا انا خلاص انا اكيد اكيد انا هسافر، او ابتديت تحط موضوع السفر ده في دماغك يعني برسنتج كبير، تبتدي بقى تشتغل على موضوع السفر ده، تقعد تفهم يو اس كلينيكال اكسبيرينس، تفهم الدنيا ماشيه ازاي في امريكا، تفوكس اكتر على الفيديو بتاعت امتار، تعرف الدنيا ماشيه ازاي هناك. تبتدي مثلا تحضر الستيب 1، بس مش طبعا مع سنه ثالثه وانت في سنه رابعه. سنه رابعه اكشولي سنه رابعه بتبقى سنه فيها وقت كتير ان انت تقدر تعمل حاجات كتير، بس تقرا الحاجات في سنه رابعه مش اكتر، مش ان انت عشان داخل الامتحان بس، تبتدي بقى اكشوال، مش كنت مجرد تتفرج على الفيديوهات، لا تبتدي تقرا الكتب. ده تيك هوم مسج بالنسبه لاول 3 سنين. اي هوب ان الفيديو ده كان كويس، اي هوب الناس تستفاد. ان شاء الله 3 سنين اللي بعديهم هنتكلم عنها في فيديو تاني. السلام عليكم.